ركز معايا هيدا. هنبدا المباراه الاولى في دوري الشباب النهارده ان شاء الله. مجموعه الهلال يمتلكون من نقاط 6 نقاط متصدرين البطوله. مجموعه الجبلين يمتلكون 4 نقاط، لو فازوا اليوم هيصيروا 7، لو الهلال فاز اليوم هيصير 9 نقاط. وبحط الشعارات بتاعتهم يهيبوا بالليل. والله صارت الاجواء بارده الحقيقه شويه. ولا شيء العب لسه ما طلعتش العب 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 ولا شيء العب العب العب